السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ومعانا فيديو جديد من قناة فكرة وشغلة ومعلومة. النهاردة معانا فيديو لإعادة تدوير علبة السمنة. علبة السمنة طبعا احنا كلنا بنرميها وما بنبقاش عايزين نستعملها في اي حاجة تاني، لكن النهاردة معانا فكرة حلوة جدا وجديدة لإعادة تدوير علبة السمنة. تعالوا نشوف مع بعض وكملوا معايا الفيديو للآخر. اي بواقي قماش عندك، طرحة قديمة، اي حتة قماش انت شايفاها حلوة وشكلها شيك، هتقدري ان انت كمان تستغليها في الفكرة معانا بتاعت النهاردة. اول حاجة طبعا انا بجيب قطعة قماش مستطيلة كده، يعني على قد عرض علبة السمنة، وببدأ بعد كده بالشمع ألزق زي ما انت شايفين كده حوالين علبة السمنة زي ما انت شايفين كده، واشد معايا القماش كويس. الفكرة معانا بجد حلوة جدا وجديدة، وكمان استغلال لعلبة السمنة واي بواقي قماش عندك في البيت. بعد كده بعد ما لزقتها كويس، طبعا انا عندي معايا طول زي ما انتم شايفين، بدأت ان انا اقص شوية كده واسيب حوالي مثلا 5 سنتي، اهو بسيب حوالي 5 سنتي من اليمين ومن الشمال، وببدأ بعد كده الزق بالشمع وادخل كل القماش ده كده جوه على القاعدة بتاعة علبة السمنة بالشكل ده. الفكرة بجد حلوة، وياريت اللي لسه ما اشتركش في القناة واول مرة يشوفني ياريت ينزل دلوقتي يشترك ويعمل لايك، وياريت تعملوا شير للفيديو وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة فكرة وشغلة ومعلومة لإعادة تدوير أي حاجة عندك في البيت، سواء بلاستيك سواء قماش سواء كرتون أي حاجة. بجد هتلاقوا كل الكلام ده موجود عندكم في القناة وفيديوهات كتير جدا إن شاء الله تعجبكم. بعد كده طبعا علشان أنا أحافظ على القاعدة بتاعة علبة السمنة، جبت حتة من الفوم اي لون بقى، مش شرط يعني، لان كده كده دي مش هتبان من تحت. فجبت قطعة كده وقصتها، وبعدين حطيت الشمع وبدأت ان انا ألزق العلبة السمنة في الفوم زي ما انتم شايفين، وبدأت اقص الزايد معايا. ليه بقى الحتة دي؟ علشان خاطر ان انا احافظ على العلبة من تحت ما يوصل لهاش مية بعد كده تصدي الصدى يطلع في القماش. لا، كل ده بجد الفوم بيحميلي اي حاجة عندك انت مش عايزة يطولها مية، تبدأي ان انت تغلفيها بالفوم. الخمسة سنتي معايا اللي من فوق برضو بدأت ان انا الزقهم، ادخلها لجوه في علبة السمنة والزقها واثبتها معايا. طبعا الاسترس ده اي بقى لون انت حباه، سواء الفضي او الدهبي. انا طبعا جبت الدهبي اللي انا معايا لقطعة القماش على بيجات كده شوية، وهي كانت من قطع صواريخ. وبعد كده بدأت ان انا احط الاسترس كده داير ما يدور حواليها، طبعا هتديني منظر جميل ومختلف. هنشد مع بعض طبعا قطعة الاسترس دي معانا اهي داير ما يدور، طبعا شايفين شكلها، طبعا بقتش علبة سمنة خالص. اي بقى كلفة عندك، دانتيل، جبير، شريط زي ما انتم شايفين انا معايا الشريط ده، الشريط ده سعر المتر بتاعه على فكرة ب4 جنيه، يعني مش غالي. في منه الوان كتير جدا، انا بتني طبعا حتة كده صغيرة من الاول عشان خاطر ما ينسلش معايا، وببدأ ان انا اشد الشريط على الحرف بتاع العلبة كده من فوق زي ما انتم شايفين. وهنعمل برضو دور كمان تحت في النهاية بحيث ان يدينا منظر شكله حلو ومتناسق مع بعضه. هنشوف مع بعض. وهنا كده بعد ما خلصت الدور اللي فوق والدور تحت من شريط الشرشيب اللي معايا ده،
جبت ده رش اللي هو الدوكو دون، بتبقى الازازه دي مش غاليه يا جماعه، بتبقى موجوده عند بتاع البيوت، بتبقى عامله حوالي 15 جنيه. ببدا ان انا ارش طبعا من جوه. ليه بقى؟ طبعا لان انت عارفين علبه السمنه مع الوقت برضو ممكن تصدي، لو انت مثلا حابه ان انت مثلا تحطي فيها ورد اي حاجه من دي فما تصديش معاكي. تحتفظي بيها في بادواتك، باي ادوات مكياج، اي حاجه تعمليها كمنظم. بجد فكره حلوه جدا، وطبعا هي طبعا واسعه فتاخد معاكي حاجات كتير. فعلشان فكره ان هي ما تصديش بعد كده، انا جبت الرش الدوكو ده وبدات ان انا ارشها من جوه. طبعا هيحافظ عليها ومش هتصدي معايا. طبعا يعني مش شرط اي لون محدد، لا اللون اللي انت تحبيه. بعد كده جبت شرايط ستان باللون اللي انت شايفينه ده، يعني لون بني فاتح كده عشان يليق طبعا معايا مع الالوان اللي انا بستخدمها دي. قصيت الشريط، يعني قصيت 5، كل واحد طوله حوالي 15 سنتي، وبدأت ان انا اعمله على 3 كده، اتنيه على 3 واثبته بالشمع عشان يكون معايا فيونكة بالشكل ده اهو. وبعد كده بثبت الفيونكة كده على حرف العلبة من فوق، وباسترسية حلوة كده لونها ذهبي بحط ايه في النص كده كتزيين. هنشوف برضو مرة تانية مع بعض. هجيب الشريط ده بيبقى حوالي 15 سنتي، طبعا عشان ما ينسلش معايا بعمله بالولاعة. وبعد كده هبدأ ان انا طبعا اثبت اهو، بتنيه على 3 وبثبت بحتة شمع صغيرة كده، واسيب مسافة كده ايه يعني، بحيث ان هي يبقى كل المسافات واحدة، بسيب مسافة كده يعني بالنظر. وببدأ ان انا احط الاسترس بتاعي. لقيت شكلها، شايفين شكلها؟ طبعا كل ما بتحطي فيها حاجة كل ما بيبقى شكلها بجد احلى من الاول، وبيختلف معاكي تماما يعني اهو بالنظر كده. انا عملت ايه يعني كل فيونكة ما بينها وما بين التانية مسافة قدها، قد التانية. دي كانت عندي علبة كريم كده فاضية بتاعت شعر، فطبعا هنقدر نشوف ان احنا نستغلها ازاي. جبت الرش برضو اللي كان معايا اللون البني ده طبعا عشان اغطيها تماما، وبدأت ان انا ارش كده بالراحة كده. طبعا لازم تحطي طبعا يعني كيسة قديمة، جرنان، اي حاجة من دي، بحيث طبعا ما تبهدلكيش الترابيزة. وهو بياخد وقت حوالي نص ساعة على فكرة يعني، او تلت ساعة بالكتير عشان خاطر ينشف كويس جدا. بعد ما نشفت معايا بالشكل ده، جبت نفس قطعة الفوم من تحت طبعا علشان تديني برضو نظافة وشكل حلو، وبدأت ان انا ألزق علبة الكريم عليها وقص اللي فاضل معايا بحيث ان يبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. باخد بقى العلبة من فوق وببدأ ان انا احطها، ألزقها على علبة الكريم اللي انا عملتها دي. طبعا يا جماعة يعني استغلال لعلبة السمنة وعلبة الكريم بفكرة حلوة جدا، يعني بدل ايه ما تبقى علبة كده احطها كده يبقى شكلها عادي، لا انا حبيت ان انا اعمل فيها فكرة جديدة بحيث ان انا اعمل لها يعني علو كده بعلبة الكريم، وفي نفس الوقت تديني زي فوزة كده او يعني حاجة كده ايه. على فكرة كمان ممكن تبقى زي اباجورة، يعني جات لي الفكرة دي برضو ان انت ممكن تحطي فيها مثلا اللي هو الحبل بتاع النور وتحطيها فيها وتقومي منورها، بجد هتديك برضو منظر حلو، هتبقى اضاءة من جوة، تنفع برضو كاباجورة. يعني الفكرة دي برضو جات لي بعد ما خلصتها. بعد كده طبعا عندي استرس كده زي ما انتم شايفين، قشر سمك ذهبي، استرس ذهبي طبعا لان انا معايا بنيات وذهبي، فانا حطيتها كده زينت علبة الكريم من تحت زي ما انتم شايفين كده بحيث ان هي تدي لها منظر احلى. وبكده خلصت معانا علبة السمنة مع علبة الكريم، بجد عادة تدوير حلوة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ياريت اشتراك في القناة وما تنسوش اللايك والتعليق اللي بيعجبني وبيشجعني، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.